بهجت بيبيع وجبات لكل الطلبة المغتربين في جامعة الأزهر يعتبر بسعر رمزي ما تعديش العشرين وخمسة وعشرين جنيه كمان، وبيودي لهم الوجبات توصيل مجانا لغاية السكن بتاعهم، وفي نفس الوقت كمان الطلبة الغير قادرين على دفع الوجبة بيطلعها مجانا. جيتي ان انا افتح مشروعي الخاص ده واساعد طلاب الازهر، لان الازهر كان ليه فضل كبير جدا عليا، وطلاب الازهر لازم اساعدهم لان انا كنت واحد منهم. الراجل ده استنفذ قوته فعلا في المشروع ده، وانا بتمنى من حضراتكم اللي عايز يعمل خير ويدعم فعلا الراجل ده يروح ياخد منه وجبات ويشتري منه، لان فعلا المشروع بتاعه قرب على النفاد. صفحة أكلة عدنان بفضل الله راحت دعمته، وفي نفس الوقت كمان وقفت معاه وشدت من أزره. كل الناس الطيبين المحترمين اللي زي بهجت في مصر بنحاول ندعمها وبنوصل ليهم على قد ما بنقدر. الراجل ده فعلا اللي هو بيعمله ده وان ربنا يكتبه في ميزان حسناته. وكل الناس اللي بعتت لي وقالت لي لازم أروح مشويات العربي قدام كامباون دلواحة في الحي العاشر مدينة نصر، ببعت لها سلام. بهجت دي صباح الكفتة يا أستاذ بهجت، الله أكبر. ريحه جامده قوي، يا سلام على الريحه وصباح الكفته السخن المولع. الراجل ده محترم جدا، انا اتمنى من حضراتكم تدعموه، لان هو فعلا يعني بيعمل خير وربنا يزيده ويبارك. وبنفس الوقت كده ناخد شويه الرز، خدنا الطبق ده كده ب 10 جنيه ب 10 جنيه اهو، طبق اهو ثلاث صوابع كفته وشويه رز ب 10 جنيه، يعني هتلاقوا فين الجمال ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. رز بشعريه حلو، صباح الكفته بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه جميله على خاطرك، احلى سلام للشيخ المحترم وكل الناس المحترمين، وجمال الاكل لو حتى بكره مش هخلص، طعمه حلو قوي، ربنا يبارك له. اتمنى انتم تدعموه لانه راجل محترم. شكرا لحضراتكم لكل متابعين اكل عدنان. وانا داخل اصوره لقيت حاجه كويسه جدا، شاب محترم واقف وعايز سندوتش كفته ب 10 جنيه. سمعت قصته وناس كتير جدا بسم الله ما شاء الله على السوشيال ميديا بتتكلم عنه. الراجل المحترم دون بيدعم كل الطلبه اللي في كليه الازهر وبيعمل لهم كده وجبات بسيطه بسعر رمزي. وطبعا يمكن السعر الوجبه بيبقى كام اصلا في الحقيقه؟ 40 او 50 او 50. انت بقى بتبيعها لهم بكام؟ ب 30 او بخمسة وعشرين. اه يعني قدر مستطاع الطالب اللي يقدر يدفعه بيدفعه. تمام. والطالب اللي مش قادر خالص يدفع حق الوجبه ما يدفعش، واحنا بنوصلها له لحد عنده. لغايه عنده؟ لحد عنده مجانا. مجانا؟ مجانا. طيب الاماكن اللي بتروحها فين بقى؟ هو طلبه الازهر عموما في الحي السادس في الحي السابع جامعه الازهر. نعم. انما احنا حاليا شغالين في جميع اماكن مدينه نصر بفضل الله والتجمع الخامس وكل الاماكن. يعني احنا بفضل الله خدنا الشهره بتاعتنا بسبب الجوده بتاعتنا اولا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدعمنا للشباب الازهر المغتربين من كل الجنسيات. من كل الجنسيات المغتربين من ماليزيا او من باكستان او من اي حد من جماعه الازهر. طيب حضرتك الاكل اللي انت بتقدمه ايه هو؟ بقدم فراخ مشويه. نعم. وبقدم كفته وبقدم شيش طاووق وبقدم كباب وبقدم ريش وبعمل مكرونه بشاميل وبعمل طواجن، بعمل كل حاجة متاحة معايا بفضل الله بتتعمل مشوي. طيب هو الفكرة جت لحضرتك ازاي؟ من وانا طالب، وانا طالب اصلا كنت، انا اصلا مغترب، انا نعم. كنت زي طالب زيهم مغترب. نعم. بس الفكرة جت ان الطالب بيجي في وقت الغربة ده ممكن بيمر بظرف مادي، او ممكن يكون في يوم عنده امتحانات او عنده ضغط شغل ما قدرش مثلا يشتري وجبة، او ما معهوش فلوس يشتري وجبة، او مش قادر يشتري وجبه بسبب الظروف الماديه. فده ظرف انا مريت بيه، فكان نيتي ان انا افتح مشروعي الخاص ده واساعد طلاب الازهر، لان الازهر كان ليه فضل كبير جدا عليا، وطلاب الازهر لازم اساعدهم لان انا كنت واحد منهم. هو حضرتك خريج الازهر؟ دراسات اسلاميه عربيه. دراسات اسلاميه عربيه. طب انا شايف هنا حتى الشيش طاووق عند حضرتك هنا، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا يعني حاجه كده تفتح النفس وتشرف. طبعا كل ده يعتبر ذبيح اليوم، كل حاجه بنفس اليوم فريش. اه طازه كل يوم بيوم. طيب انا شايف هنا في شيش طاووق وفي شيء ده ايه؟ ده شيش طاووق. أيوة. ودي كفته. ده وان الصدور صح؟ اه اه يعني انت هنا بتعمل الشيش يعتبر صدور. الصدور والكفته. والكفته. طيب
الكفته السيخ انا شفت شاب قال لك انا عايز ب 10 جنيه ده ما فيش اي مشكله ممكن تبيع؟ ما فيش اي مشكله جدا ببيع، لان المنطقه اللي انا فيها معظم اللي شغالين فيها صنايعيه، ففي واحد عامل يوميته مثلا ما تسمحش ان هو يشتري وجبه فعايز سندوتش ب 10 بعمل له سندوتش ب 10، في واحد عايز سندوتش بخمسه بعمل له سندوتش بخمسه، في واحد عايز وجبه ب 25 بعمل له وجبه ب 25. عادي مفيش اي مشكله؟ لا مفيش اي مشكله للامر ده. طيب. انا بساعد وبلاقي المقابل في الخير خير بفضل طيب. الله سبحانه وتعالى. في ناس هتسال تقول لك يعني السندوتش ب 10 جنيه ايه اللحمه اللي جواه؟ لا بفضل الله اللحمه اللي احنا شغالين بيها لحم كندوز، والمفرمه اللي احنا شغالين فيها مفرمه معتمده. نعم. وفي نفس الوقت في ناس بتطلب ان هي عايزه الكفته بلحم بلدي صافي. احنا خلف المطعم عندنا في محل برضو محل جزاره مشهور جدا، احنا بنروح وبنجيب منه اللحمه البلدي خالص صافي للكفته وبنشتغل بيها، والكفته بتاعتنا اللحمه بتاعتها معتمده ومعروفه، وده بفضل الله معروف من ساعه ما فتحنا لحد دلوقتي بطعم الكفته، ويمكن حضرتك هتجرب دلوقتي وهتشوف. انا بصراحه طلبت يعني صباع كفته عشان ندوق الطعم طبعا ونشوف الطعم وتحكم عليه بعد كده. احكم طبعا. ولا اقول لك على حاجه، انت بصراحه يعني سمعتك سابقاك، ربنا يحفظك. وانا لما جيت بيقول لي اللوكيشن مش هيعجبك، قلت له انا بالنسبه لي عادي، انا بروح اي حته بخش اي حواري وبطلع بيوت وبقى اي حته معاك، يعني هتلاقيني في اي حته منتشر. ادام انت بتعمل خير وادام حضرتك بتعمل حاجه كويسه. هنا الرز يعني انا شايف الطبق شكله حلو، مغلفه انت ومظبطه. طب طبعا بيطلع برضو مع اي طلب؟ بيطلع مع اي طلب، اي يعني وجبه فيها الرز والعيش والسلطه والطحينه، يعني اي حاجه، اي حاجه فيها رز وعيش يعني وسلطه. يعني انا دلوقتي مثلا اخد، عايز تاخد سندوتش كفته مع رز وعيش وسلطه طحينه، خد عادي عادي مفيش مشكله. مشكله عادي. انت اصلا من اي بلد؟ انا اصلا من بني سويف، مركز مصر. سلام. اهل بني سويف دول اهل الطيبه واهل الكرم وناس محترمين وطيبين طبعا، يعني دي حقيقه. ربنا يحفظك ويبارك، يعني امانه الله. ربنا يحفظك. الناس بقى لما تيجي تطلب منك دليفري مثلا للمنطقه بعيده، بنوصل لاي مكان بعيد، حتى العمال في العاصمه الاداريه او في التجمع الخامس لما بيطلبوا مننا الوجبات دي بفضل الله بتروح لهم بنفس القيمه، او هم بيطلبوا قيمه اقل، والله عز وجل يشهد على الكلام ده. في عمال طلبت وجبات وهم اللي قالوا السعر وقالوا مش عايزين ندفع خدمه توصيل، راح يطلبهم الوجبات بدون خدمه توصيل. الله يجازيك خير. طبعا يعني الله يجازيك خير فعلا، لان اللي انت بتعمله ده يدل على اخلاقك وتربيتك وتعليمك في الازهر الشريف طبعا، يعني اللي هو مناره العلم والعلماء طبعا، ده اهم من كل شيء طبعا. دلوقتي بقى لو حبت ناس تدعم الفكره بتاعت حضرتك، ايه اللي بيتم مثلا؟ اللي بيتم اللي عايز يدعم الفكره مثلا، عايز هو يشتري الوجبات وعايز هو يوزعها للطلبه المغتربين، او عايز هو يوزعها للفقراء والمساكين، او عايز هو يدعم المكان ان هو يشتري منه عشان المكان يشتغل او كده، كل ده احنا بنوصل الطلب للي عايز يدعم المكان، بياخد الوجبات هو ويوزعها بنفسه، او بيلجا لينا احنا ان هو بيقول طب وزع باسمي انا، لكن انا برضو عشان يكون في ثقه بينه وما بينه بيكون معايا انا بيانات الشخص اللي عايز ياخد الوجبه ده مجانا، عشان اللي دافع للتبرع يكون عنده ثقه ان الوجبه راحت لمن يستحق مش لاي حد. نعم. فهو لازم يكون عنده ثقه ان الامر اللي هو طلعه تبرع لله راح لله فعلا، وده اهم حاجه، وده اهم شيء. طيب بالنسبه، انا سمعت ان حضرتك برضو في طلبه بييجوا يشتغلوا عندك. طبعا. بيعملوا ايه بقى؟ هقول لحضرتك بيعملوا ايه. في طلبه بنات من جامعه الازهر كلمتني، قالوا احنا مش عايزين ناكل وجبات مجانا، وقالوا احنا برضو مش عايزين ناخد تبرع مالي، احنا عايزين نيجي نشتغل بعد المحاضرات ساعتين او ثلاثه في مقابل ان احنا يكون لنا مرتب شهري نسد بيه الظرف المادي اللي احنا مغتربين اصلا بسببه وبسبب العلم. دول بيجوا في اي وقت هم عايزينه وبيمشوا في اي وقت هم عايزينه، وبالفعل احنا شغال معانا اربعه من جامعه الازهر شغالين معانا في المطعم هنا، بيجوا الوقت اللي هم عايزينه وبيمشوا الوقت اللي هم عايزينه، والمرتب بفضل الله بفضل الله افضل شيء. ربنا يجازيه خير وربنا يزيده ويبارك يا رب. ربنا يجعل بيت المحسن عمار، ربنا يكرمك. كلام كتير لو قعدت اقوله بحق حضرتك. ربنا يحفظك. الله يجازيك خير. احنا اللي اتشرفنا بجد بجد، فعلا اتشرفنا بيك. شرف ليا. وشرف ليا جدا ان انا فعلا والله جيت صورت معاك، وعلى فكره انا من متابعينك ومحبينك جدا، لكن هنا المكان معلش انا اللي بعتذر لك شويه عشان اللي بيعمل خير
طبعًا بيروح اي مكان طبعًا طبعًا ما بيفرقش. ربنا اللي عايز يدعم الفكره بتاعه اكلة عدنان اللي هي مبنيه عليها دعم الناس طبعًا طبعًا هيروح اي مكان ويروح ويجي وحقيقي. واحنا جينا لوجه الله الكريم طبعا والله مش عايزين الا يعني الدعاء وان ربنا يكرمنا وده فعلا وده فعلا والله انا مما اسمعه عنك كثيرا والله ربنا يخليك مما اسمعه عنك كثيرا جزاك الله خير يا رب. هو بصوا بقى كده عايز اوريكم الحاجه لما بتطلع كده شكلها الله اكبر. شايفين الدخنه؟ تخيل بقى دي لما تيجي هنا تاكلها اسم حضرتك ايه؟ بهجت. بهجت انت بهجت والحاجه كلها شكلها مبهجت. حبيبي يا استاذ بهجت راجل محترم. احنا بقى مكاننا هنا فين؟ احنا مكاننا هنا في الحي العاشر امام كومباوند حي الواحه بلوك 78. نعم ده المكان بتاعنا. هنحط اللوكيشن كمان للناس ورقم التليفون. ورقم التليفون بتاعك كام؟ قوله عشان برضو لو حطنا نسيناه. قول رقم التليفون الخاص للمطعم 012-10-48-48-48. واللي جايب لنا الرقم المميز ده طالب في جامعة الأزهر. الله يبارك له وربنا يبارك لك وربنا يديك الصحة ويزيدك. ولو عدت أحكي كتير ربنا يحفظك مش هوفي لك حقك. احنا هنقول كلمة واحدة بارك ربنا في الأزهر والناس الطلبة اللي في الأزهر وشيخ الأزهر كل الناس الحلوين وربنا يديك الصحة يا رب. كل سنة طيب وانت طيب واتمنى لك خير وسعادة امين وراحة البال. وانا والله سعيد جدا بيك وباللقائي مع حضرتك والمطعم كله والله العظيم سعيد بوجودك. وعايز اقول لك احنا فرحانين جدا 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 ان انت بس شرفتنا. ده انا شرف ليا ده عندنا اهم شيء والله العظيم. لان احنا فعلا بنسمع عنك كل خير وبنسمع عنك كل دعمك لاهل الخير. واحنا بفضل الله بفضل الله معاك في الخير والى الخير. واحنا كمان معاكوا وصالح اكل عدنان معاك في الخير اللي هتعمله. ربنا يحفظك يا استاذ. كل الله. الاكل عنده لا لا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الحاجه طازه العيش طازه الفراخ فريش كل حاجه تمام عنده. مش بجامله دي بصراحه دي حقيقه يعني. قابلت صنايعي من عندك؟ تمام. جاي بيقول له عايز سندوتش محشر. تمام. هو بيعمل كده عشان انت تجار ولا هو ده الطبيعي؟ لا لا ده الطبيعي بتاعه. ده الطبيعي بتاعه بصراحه. نعم. شايف بهجه تقييمه ليك ايه او انت متقيمه ازاي؟ لا انا 100% بالنسبه لي 100%. هو بيقول ان هو بيجيب اللحم بلدي راجل. لا راجل لحمته حلوه وحاجه نظيفه وحاجه فريش بصراحه. ربنا مفيش اي حاجه يعني باخد للبيت ولوالدتي وللصناعيه معايا تمام. الدنيا عنده تمام. المبادره اللي هو بيقوم بيها تمام. هو بيدعم الشباب الازهر وكده تمام. انت شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ لا دي حاجه كويسه جدا حاجه كويسه تمام. انت بقى كل يوم بتاخد وقت منه ولا يوم ويوم؟ لا يعني مش على طول. ما انت فيش اكل بقى بتستمر فيه على طول. بس بصراحه يعني ايه ممكن نفوت يوم وناخد كده يعني. عادي يعني. بس عادي. جربت من عنده الحمام؟ لا الحمام لا بصراحه لسه. اكلت من عنده يعني معظم الوقت كنت بطلب فراخ وبطلب كفته بس. سواء الكفته طعمها عالمي. لا لا جميله بصراحه. هو راجل جميلة. طيب انا جيت اتناقشت معاه في موضوع الكفته ده قبل كده قال لي بص كفتتي مش هتلاقيها ولا واخده لون ولا 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 كفتتي هتلاقيها زي ما هي مش هتتغير. فعلا من ساعه ما فتح جنبي انا فاتح قبل منه بحوالي مثلا 8 سنين تمام فاهمني. وهو لسه فاتح مثلا قول بقى له ايه يعني كام شهر. عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله الجوده زي ما هي ما اتغيرتش فعلا. ربنا يخليك حبيبي. اتشرفت بيك. انا اللي اتشرفت بيك حبيبي.